أسعد الله صباحكم، صباح الخير جميعا. رايح الجيم أتمرن، قالوا لي الدور السابع. طبعا يوم الصبح خلي أبوي عيالك تلبسون راحتهم، وأنت سير أبوي سوي رياضة ساعة، ليه خلهم يدورونك أنت لا تدورهم. جيم راقي ما شاء الله، جيم وايد عود راقي ما شاء الله. ايوه شوف على الوقت، احنا طلع منكم الحين نحط الباركن حق السياره 10، لا طلعنا الساعه 12 بعد كمان 11:20. ايوه 11:30 كمان واحده. هذه السياره طال عمركم اللي استاجرها، شوف اللي صنع السياره، هاي السياره باخذكم لفه عليها. الناس اللي سووا هاي السياره اللي استاجرت، الناس اللي سالوا عنها، هاي السياره اللي اخذته. طال عماركم السياره هاي 8 ركاب، وعندك ما شاء الله تشل عادي 6 شنط 7 شنط تشل، ما عندك مشكله. خلصنا من الجيم طال عماركم، بنقول لكم شغلات على الجيم ناس ما تعرفها. في شيء اسمه بروتوكول الجيم، واحد تلبس الملابس الرياضيه، ما تلبس ابوي انت اي شيء وتروح الجيم لابس اللي مال كوره. واحد، اثنين، الفوطه اللي تحطها على ظهرك ما تنظف فيها الاجهزه، اقصد الفوطه اللي تمسح فيها وجهك ما تمث فيها الاجهزه، ويجيب لك مناديل وتنشف فيه الاجهزه. اذا شفت واحد يتمرن ما تصلح للتمرين، بعدين ما تحط فوطتك على الجهاز وتروح تخلي الناس ترياك، لا العب دورك وخلي الناس تلعب، وصباحكم اشطر زي ما يقولون. بصورك، يلا سيري يلا طالعوني. وين بطه؟ صباح الخير، عندكم مساء الخير من دزلدوف. نحن هني في شارع الملوك، وخبرتكم امس قصه شارع الملوك. الحين مشكله بالعود، قال لي لازم تراوي ربعي الاوتليت. ان شاء الله بعد ساعتين بنسوي تشيك اوت، بنراويكم احسن اوتليت في المنطقه ان شاء الله. على فكره دزلدوف مش محطوطه في الخطه، بس انا حبيت اني اخليها مكان للراحه، يعني لاني جاي من السفر واقرب شوي على نفسي على الاماكن اللي ابغى اروح لها، فقلت بخليها بس محطه استراحه، فحتى مش يعني معتبرينها من المدن اللي انا بزورها يعني. واللي سالوا عن مطار فرانكفورت، مطار فرانكفورت يا جماعه الزين فيه، ما تحصل حجز على اوروبا خذ مطار فرانكفورت، مطار جميل وحلو وكبير. تحصل عاده الطياره تكون فاضيه، كانت 60% او 70% من الطياره، سيير متوفره. واصحاب ميونخ لا تزعلون مني، نحن اللي نروح ميونخ نقول لهذا مبتدئ، نعتبره مبتدئ، مش انا اعتبره، الناس اللي تي اوروبا صار لها 10 سنوات 15 سنه، هذا المبتدئ يروح ميونخ او يروح علاج، اما الناس اللي يعني ادفانس زي ما يقولون يلفون ادفانس يعني متقدم، ينزل في دزلدوف، في زيورخ، في فرانكفورت. طبعا الناس كلها تنزل في المانيا عشان السيارات، يعني عشان السيارات ارخص في المانيا، وفي سيارة متوفره يعني. يلا قولي شو تقولين؟ قولي شو بتقولي؟ شيز، ها يلا تعالي شيز تعالي. رايحين مش ماخذين ريوك في الفندق، رايحين بنتريق في مطعم الماني بنتريق. طال عماركم بنتريق في هذا الكوفي، طال عماركم كوفي الماني بنتريق فيه، شغلاته وايد حلوه، كوفياته الكوفي نصحوني فيه كم من واحد، انا صراحه ما جربته، بخبركم شو وضعه. يا سلام على شارع الملوك كينج ستريت. طال عماركم راح اشتري بطاقة مال تليفون، من الصبح انزل فيديوهات ما ينزل، شو اسوي؟ تم انزلهم مرة واحدة، احس بانهم خربطات فيديوهات، حتى في الفندق. الفندق فيه نت بس احسبه وايد بطيء، احسبه وايد بطيء. اتم انزل 6 7 فيديوهات اي حصلهم ما نزلهم، ارد اتم انزل واحد لين ينزلهم كلهم مرة ثانية. هذا الفندق، وين فندقنا؟
هذا فندقنا. الفندق ما فيه باركن، تروح توقف الباركن اللي عدال الفندق 30 يورو في اليوم. فندق عداله طبعا محلات عداله شغلات وايد. والله مدينة حلوة بس ما امدحوا لي اياها، انا صراحة اول مرة اجي ادخل تو. شوفها زينة. هنا محل فودافون، العرض مال فودافون 50 يورو يعطونك 5 جيجا تشتغل في اوروبا كامله، قال لي تشتغل في اوروبا كامله. حياكم الله. واخيرا طلعنا البطاقه الداتا زي ما يقولون، امس ترى اجازه عندهم كل محلات مبنده، شفت افضل خيار الفودافون لانه يشتغل في اوروبا كامله الداتا 50 ويعطيك 5 جيجا، يقولك تقدر تعبيهن 5 جيجا عادي، ان شاء الله يسدنكم 5 جيجا. وخذنا الجهاز هذا ماخذنا من الامارات، الجهاز هذا حطيت فيه بطاقه ثانيه عشان العيال يشبكون كلهم، يشبكون الايبادات يشبكون تليفوناتهم كلهم على الجهاز هذا، فاخذت كرتين بس مش كل واحد ناخذ له كرت. الحين طال عماركم بروح الاوتليت، بسوي تشيك اوت من دوزل دوف وبروح الاوتليت. الاوتليت وين وشو اسمه وشو فيه؟ ان شاء الله تابعوني وبشوفون كل شيء عن الاوتليت ان شاء الله. تقييمي عن فندق الانتر في دزلدوف اعطيه 9 من 10، عيبه بس النت بطيء، عندكم الله يعزكم الحمام شوي كله جامات، هذا عيب ثاني. موقع جدا ممتاز، تعاملهم جدا ممتاز وفندق جدا ممتاز. مش في كل المدن تروم تسكن فنادق زينه او فنادق، لان بعض المدن الصغيره اللي بزورها طبعا ما فيها فنادق، كلها 3 ستار ممكن 4 ستار. المدن الصغيره، المدن الكبيره ممكن تحصل فنادق راقيه فيها. صبحك الله بالخير يا سعيد بن قرواش. اول شيء الحمد لله على السلامه ورحله موفقه، والله يعطيك العافيه على الرياضه الصباحيه، ترى الرياضه في اوروبا حلوه. ونسينا نحيي بالاضافات الجديده، ابوي نحييكم السناب المتواضع، وان شاء الله بتستفيدون شغلات حلوه، وعسى الله يوفقكم وييسر أمركم، دعاء المسافر مستجاب إن شاء الله، الله ييسر أمركم. هذا هو الفندق طبعاً الأنتر. طال عماركم سايرين الأوتليت، إن شاء الله بنوصل الأوتليت، بنخبركم شو الأوتليت. محتشرين محمد ومزنا مسوين حشرة في السيارة عشان ما نتأخر عليكم. طال عمركم الدولة الثانية هولندا، رايحين أوتليت في هولندا. الأوتليت يبعد من دزلدوف تقريباً 60 كيلو. جميل، قريب من بلجيكا، قريب من في هولندا، قريب من ألمانيا، من بون. زي ما وعدناكم الدولة الثانية الحين رايح إلى هولندا إن شاء الله، بناخذ شفافة، بناخذ بنبات يوم واحد بس، عقب الدولة الثالثة بتشوفون معنا أي دولة إن شاء الله. برويكم الأوتليت شو فيه، شو أسعاره، برويكم كل شيء فيه. طبعا جميل، خدت ليلة بس كان عدال الأوتليت ليلة إن شاء الله. طريق من ألمانيا إلى هولندا، هذا هو الطريق من ألمانيا إلى هولندا. طال عمركم طال عماركم هولندا، نحن الحين في هولندا. هذا الفندق اللي في هولندا، الفندق هذا طال عماركم عدال الاوتليت، فندق عدال الاوتليت في هولندا. فكرة الفندق هذا وايد حلوة، أنا بعدني ما دخلت الغرفة بس براويكم الفكرة مال الفندق كيف، ديكوراته جدا فظيعة بتشوفونها الحين. فكرة الفندق كأنه زنزانة، كأنك في زنزانة، براويكم كيف فكرة الفندق. طالعوا طلعوا هاي الباب كأنك في زنزانة، هنا ياخذون طول السجين يمكن. طلعوا كأنك في زنزانة، يعني كأنك انت في سجن. فكرته الفندق كذي، فكرة حلوة يعني. الحين بروح من سجن، ما اعرف كم سجننا رقمه، طلعوا ان هذا مسجون.
شوفوا طاف كرت فندق كيف؟ كأنك جالس في زنزانة، يعني ديكوراته جدا فظيعة. اللي ما انسجن يبين سجن يسجن في الفندق. معاملتهم جدا طيبة للحين ما سكننا الفندق، الحين مدخل الغرف. وبخبركم عن الغرف شو طابع الفندق هذا، يعني شو كيف؟ كأنك في زنزانة. النت عندهم وايد سريع. الحين بروح زنزانة مالنا. الله يعين زنزانة. الله يبعدكم عن السجون ان شاء الله. ولكن انك تعيش تجربة، يعني فكرتها شي طاوة كيف. ثريا حلوة. طال عمركم الفندق. بس مشكلته شو طالعوا كيف. مرة ما في بيبان. هاي المغسلة. وهذا مكان الدش مرة ما شيء بيبان، يقول لك ما شيء عيش حياتك، يعني إن عندك صغارية عادي يوني يحطون عندك. هذه فكرة الفندق. الفندق تجربته حلوة صراحة، يعني فنان. بس شفتوا بس مشكلة الحمام مفتوح، ولكن حق يوم واحد تجربة جدا يعني حلوة. هو قريب من الأوتليت، الأوتليت في هولندا هذا. بعطيكم اسم الأوتليت إن شاء الله أول ما أوصل. هذا اسم الفندق واسم المنطقة عندكم في الشاشة. الفندق قلنا لكم تقدر تسكن فيه وتروح مشي لين الأوتليت. الأوتليت يبعد كيلو. إن شاء الله بعطيكم اسم الأوتليت قريبا. هذا أبوي مفتاح السجن. واحد من الشباب يقول لي ليش تقول أوتليت؟ غلط، أوتليت أوتليت. قال لي أوتليت. قلت له أبوي هذا الموجود شو تسوي بعد؟ أوتليت ولا أوتليت؟ أوتليت وصح. أوتليت يعني منفذ. أوتليت اسم يعني المهم سوق، نقول جملة ولا سوق منتهي، المهم هو أوتليت يعني. كله من بالعود. لازم تراوي أصدقائي أوتليت. تنزين براويك أوتليت، بس خلنا نطلع من هالزنزانة اللي نحن فيها الحين. بنصلي الظهر العصر بنروح إن شاء الله. كل ما نوصل مدينة يعطونا خارطة للمدينة، طبعا شيء طيب. واحد من الشباب يداوم في الجمارك في خط الشكلة في العين، فيقول لي يوم العيد كان مداوم كل ساعيني واحد يقول لي وين حديقة الحيوان، وين حديقة الحيوان. يا ليت يعني جماعتنا يسوون نفس الطريقة. يعني هذا المكان في الفندق، بلكونة الفندق. هاي كلها بلكونة الفندق. هذا الكوفي عند الفندق. يلسة مدخنين هاللي يدوخ يقولكم. شو انتو؟ شو بالونات مبرد؟ لا تحط ايديك، الماي وسخ، لا تحط ايديك محمد. الحين ان شاء الله بروح الاوتليت. الاوتليت يبعد عنا تقريبا مشي 10 دقائق. ان شاء الله تكون الداتا موجوده. بنزلكم اول باول، اذا الداتا مش موجوده بصور كل الافلام برد انزلكم اياها مره ثانيه ان شاء الله. الفندق نسينا اخبركم شامل فطور مع الفطور. عندي يلسات او النظام شتوي عاد اليلسات هذه. هذا الفندق من برا. طبعا المدن الصغيره ما تحصل الفنادق يعني كبيره. ها الشارع قدام الفندق. هال 500 مال هزاع موقفني، موقفينه ترى يون هزاع يكون جاهز من شغل 500 ماله. تقريبا كيلو يبعد زي ما خبرتكم الاوتليت. نعطيكم كل التفاصيل عن الاوتليت ومكانه. ان شاء الله تعبكم الرحله. رايحين مشي صوب الاوتليت. من الفندق زي ما خبرتكم 10 دقائق تقريبا، 900 متر يعني قولوا كيلو. طبعا الجو جميل ما شاء الله. الهواء بدا يبرد، اخاف نحتاج جاكيتات، بس انا رايح اشتري اصلا ان شاء الله من هناك. هزاع شو ما تربط عينك الشمس؟ افتح افتح. هذه المنطقه شتوها، الساحه حلوه هذه. هاي قبل لا اوتليت ساحه فيها مطاعم فيها كل شيء. تسلم على الناس. اتربع عليك عيب يا ايل. تكلم قول الو. لا تزخ سماعه. قول الو. تكلم اي تكلم. راح السماعه.
بيعضك. ها شرد دور الايس كريم طال عمركم. حط وايت شوكولاته ايس كريم، احسن ايس كريم عندهم هذا اللي هو تشيز كيك. كل كوفي ما كوفي ترى فيهن كحول، هذه لا انتبهوا فيهن كحول. هذا الاوتليت طال عمركم، هذا هو هذا اسم الاوتليت اللي بقى السيفة على الجي بي اس، هذا هو في هولندا قريب من ديزلدوف وقريب من بلجيكا في النص تقريبا. هذا الاوتليت يا جماعة، فنان، اغلب المحلات موجودة. كان جميل صراحة، هذه باليوم يعني تي تاخذ فندق وتجلس لين في الليل وتصير تبات تروح. كان جدا جميل صراحة، جدا جميل، وايد عالم على المستحيل نصور كله حريم وكله مشي حالنا الله يستر. بس البولو طابور ما شاء الله عليه، ناس صفة طابور عندي نفس هذا. شلون هذا يعني لا مؤاخذة زي ما يقولون اسمحوا لنا، ماخذنا من البلاد 800 من سعره كم؟ 85 سعره. هذا هو كما تقولون بعد قص عليكم. هذا أحب شغلات الرياضة في السفر ما أدري ليش، طبعا أحسبها مريحة أكثر عن الكشخة العالية هاي. عيبتني شغلات وايد في المحل، عندهم جاكيتات حلوة ولكن طابور واحد الكاشير طابور، فما شجعني إني أشتري صراحة. شيء عيبني في هولندا الورود يا جماعة، عندهم ورود غير طبيعية في كل مكان، ورود حاطين يعني صراحة ألوان مش طبيعية صراحة. كل شيء موجود في الاوتليت، تبون صحون، تبون جذور، تبون اي شيء موجود، سوق متكامل. هاي الخارطه مال المحلات اللي موجوده، هذا هو الاوتليت، هذا شكله كل المحلات هاي موجوده. فيه مكتوب 476 محل. هاي الماركة طالعة ماركم وايد زينة، جواتيها وايد محترمة، يقاسون ريلك شون ريلك كيف تضاريس ريلك زي ما يقولون، ويفصلون لك جوتي على نفس ريلك أو يبيعون لك جوتي على نفس قياس ريلك. طبعا هذه الشغلات عندهم جواتيهم. ما شاء الله محل البربري عندهم عود طعم اكبره، هاي كل البربري.
سمحونا عادي حرقنا السناب عليكم، ترى احنا بس بنغطي لكم كل الاماكن المهمه في المول، يعني نحاول نغطي لكم كل الاماكن المهمه والماركات اساس في ناس تبغى تعرف تفاصيل اكثر واكثر. في ناس ما تعرف شو الاوتليت، لو قلت الاوتليت بيعصب عليه الفلاسي. الاوتليت عباره عن بضاعه طاف عليها سنه او فيها شويه عيب ما يبين فيحولون هني. طبعا بعض البضائع اللي طاف عليها سنه ما وصلت اصلا عندنا، شغلتهم صراحه وايد حلوه. قال لي البطاقه مال فيدافون تشتغل في كل مكان، ماسكه وكل شيء، بس اشوف النت ما ينزل عندها. على العموم الاوتليت فيه نت مجانا، تسجل تحط رقم تليفونك مال البلاد في اي دوله، فيرست نيم لاست نيم من هالكلام، ما منه فايده انهم سجلنا وما شاء الله النت سريع عندنا فري. ريال قال لي روح جرب الشيبس الهولندي مقابل ماكدونالد، هاي رايحين بنشوفها شو هالشيبس الهولندي هذا بعد. نسير نروح هذا ماكدونالد حصلناه مقابل وين هذا بعد؟ عنده رايحين يمكن مني ولا مني نشوفه وين. اظني حصلناه الشيبس ماله. البطاطا صراحة الهولندية رقم واحد، يعني شوف الناس كلها تاكل هالبطاطا، كل العالم تاكل. باخذت من نفس سريع يطلعوني الشباب. هذا اسم المحل مع البطاطا، هذا اسم المحل مع البطاطا. زحمة عليه، أنا ما نقول لكم مرة من بس يعني تحسبها فريش، بس حلو كيف تحسبها فريش. مسلم شو تبغى تقول؟ ليه عمي جراس تلبس أصفر؟ هذا سؤال موجه لك من كثر متابعته لك. هذا ابوي مو باصفر، شوف هذا اخضر فوشي، هاك الاصفر، شوف شوف كلها، شوف هذا الاصفر. هذا شوف المطار يوم يضيعوني العيال، امس لابس برتقالي يقول نشوفك من بعيد، نشوفك بابا يوم تضيع عنا. فهاي الالوان اول يومين عشان يعرفون شكلي بس. الموضوع شكله اليوم السالفه كلها خراب في خراب. شوف أحبك لو تجافيني وعلى كل الخطم سامح، أحبك يا نظر عيني ورضاك أزم، ولكني فقير الحظ أنا لك أكثري تجريح، ترى حبك بيشفع لك أحبك. خلاص الماضي ودعته، محيت ذكراه من قلبي، أنا من باعني بعتا ولا در. خلاص 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 بعانت كل أحاسيسي وابدأ خطوة النسيان، متى ما زارني طيفك أقول له روح يا خوان. أكثر من اللازم صبرت وما بقى بحيل، عمري صار بس بابك بقى يا السهر والليل. منطقة هورموند هذه المنطقة في هولندا، سكانها 57,000 آخر إحصائيات 2016. مدينة حلوة قريبة من ألمانيا، قريبة من
بروكسل بلجيكا. كل ما يجلس مكان طاشي سداري، اخاف والله الحرمة تهزمني عزاب. انا شو اسوي في حالتي؟ وين يعني ازعل ارض مثلا؟ يعني انا مالي ذنب، انا ما سويت شيء. شو اسوي؟ راحت هاي يقطع مني. ها مزنا شو تشربين؟ شو اصور؟ اصور كلاب اخر شيء؟ شو تسوين انت يا سه؟ اوكي. سيارته مسكينه كانت فاضيه السياره مسكين. هذا الصاحب اعطوه حلاوه، بس اعطى حلاوه هذا خلاص يسكت. كل حد عايش راحته فيه. وفيني بداية وقت ونهاية زمان، اشتاق باكر وعط يمشي حميمي واسقي قلوب الناس عشقي وضمير. قرواش يا اخي ضمنا انا ومبارك في الخلاصة ودنا معك. اخر منيك، نحن عيالك يا اخي. احنا ان شاء الله الخميس الصبح موجودين في جنيف امستردام. فنان السجن مالنا هذا الفندق، والله فنان صدق. طيب ها في الليل الحين بعد المغرب، هاي زنزانة رقم 5، هاي اظني مال العزل هاي. يمكن هذا ها عندنا الحين جولة في الداون تاون، بعد عندنا المغرب مايا. بنشوف الداون تاون صغير عندهم، بس بروح نشوف الحين. ياك خفتي؟ الساعة 7 عندهم، الشارع فنان ولكن كل شيء مسكر، ما أعرف ليش، لكن هاي بلادهم. حتى النت تحس ببطيء الوقت، لأنهم كلهم شكلهم هالوقت يسون على النت. ربعنا البدو أموركم طيبة مرة، لا تحاتون شيء، ها لا تحاتون شيء. اشتريت شيء يتحرطم يا رس. شو تبغى؟ اشتريت شيء. شو بتشتري؟ بشتري اشياء. نشوف هذه الكنيسة، شكلها قديمة وايد، راح نشيك عليها كم عمرها. ما شاء الله هدت البلاد الحين. يا المغرب هدت صوت هادي. يا رب بس ليه المغرب؟ قبل المغرب شوي تروح تريح خلاص. يلا بقى اللي يقرا الماني ترجم. ها حد فاهم شيء منكم؟ اللي عرفته 1864 بس اللي عرفت الموضوع. ما شاء الله هو. بسم الله. هاي بسم الله خرير الماء يسمعون الجماعة. هذه الشاب الأول، تعرفون شو خرير يا شباب؟ أريد أفهم شو بينك وبين السماعة يا أخي. خلها بخلي أمك تدفع السماعة، ترى في السماعة بتخرب السماعة. لا حول لا قوة إلا بالله. هاي الشيرة طال عمركم الكبيرة. كم عمرها؟ الحين بقولكم كم عمرها. 1930.
شايف هالبلاد الورود في كل مكان ما شاء الله ورود طاو. نحن الحين هذا عند مقدونا الحين شيل ورود طاو طاو كله ورود. مكان عشان ما ينزلون مكان مرتفع. فكرة الكراسي هي حلوة عندهم. تاكل؟ ها افا شو تاكل؟ ها؟ شو تاكل انت؟ انا اكلمك يا اخي رد علي. هزاع شو تاكل؟ شو فيك شي بتسوي؟ شو عندك؟ رادينا زنزانة. سلام. فكرته وايد حلوة صراحة الفندق. وايد حلوة فكرته. تبغى صدق برد ترى تلبس جاكيت. حسيت برد شوي. ما أدري شو السالفة معنا مش وايد درجة الحرارة مو وايد بس برد. أسعد الله مساكم مساء الخير جميعا. ما دام مدينة الورد خلينا نحط لكم ورد احنا نسولف وياكم. شو كنت أبغى أقولكم؟ نسيت أنا شو كنت أبغى أقول. جاي سني هالبرد مش متعود وقت برد الحين. جاي بخاطري كابتشينو قلت بشرب كابتشينو. طبعا انا وين يارس طال عمركم يارس وين المكان؟ هذا اللوبي مال الفندق. هذا يلسى في الفندق نفسه اللي خبرت في السجن في السجن سوري نسيت اسمه فندق. هذا الفندق عندهم لوبي رغم ما احطه كيف يطل. خلوني بدردش معاكم اذا حد سهران بدردش معاه شوي. الحليب يوم تشربه في هولندا طعمه غير صراحه. ما ادري الحليب اللي شرباك فيه ماي تجنني صراحه. طعم الحليب اوكي يوم يسووا لك كابتشينو ولا لاتيه طعم الحليب. بخبركم شغلات عن الرحله. الرحله عباره عن 17 يوم بمر ان شاء الله في 6 دول. بس يوم اخذت المرسيدس قالوا لي انت السياره الفاخره يسمونها لكجري كار هذه ما تدش ايطاليا. فاحتمال اخذ قطار ان شاء الله. بحاول اني اخذ قطار اروح ايطاليا على اساس اوفي بوعدي ان اكون زرت 6 دول. شو بعد ابغى اقول لكم؟ ديزلدوف تعتبر في نص اوروبا. تعتبر ديزلدوف في نص اوروبا وانا اخذتها بس كراحه يعني واشوف الدوله. اما هي حلوه حق يوم يومين فقط. المدن اللي بزورها ان شاء الله من 12 الى 15 مدينه. بنزل لكم الجدول اخر الرحله وبعطيكم الفنادق. الفنادق شيء مجربنا وشيء مش مجربنا. ما ادري كيف وضع الفندق. الفندق هذا اللي انا ساكنين عيبني الطابع ماله. الطابع ماله وايد حلو. بخبركم على الانتر. الانتر فندق وايد فنان. انا قلت كلام الصبح على ما اظن. الفندق وايد تمام وموقع فنان. يعني تي تسكن في الانتر تاخذ لك يوم في الانتر وتروح اي مكان. بون قريبة بعد من ديزلدوف. اليوم الصبح قلت انا بان اللي رايحين ميونخ مبتدئين. ما اقصد مبتدئين اللي توي يسافر يمكن قديم ولكن خلاص ميونخ. ميونخ استوت كلها علامة استفهام. ما بكمل. اللي رايح علاج الله يحفظه. واحد من الشباب عصب علي يوم قلت ميونخ ما مبتدئين. حبيبي انت مش مبتدئ روح ميونخ وروح وين تبى انت. انا ما اقول لك انت اقول حق الناس الثانيين. على العموم شو كنت بكمل. عقب جبت هولندا بسجل حضور في هولندا. زين في هولندا شو زين قربها من ديزلدوف يعني تقريبا 50 دقيقة انك انت موجود ولا شيء جمارك ولا حد يقول لك ادفع شيء. مرة تي لين هني تسكن تاخذ لك يوم كامل في الاوتلت. الاوتلت فيه كل شيء. اوتلت هذا ما اعرف شو اسمه بالعربي لا يزعل علينا الرجال. اوتلت خارج التصنيع يعني خط الانتاج سوينا شيء طريق ثاني. المهم جيت هني باكر وين بروح باكر وين بروح ما بخبركم. الصبح بقول لكم وين بروح وكم بيلس. الحين ما بقول لكم وين بروح. اذا خبرتكم الاثاره بتروح عقب خلاص. اذا ممكن اقول لكم كل الدول والمناطق اللي بزورها تخترب الاثاره كلها. حبه حبه اساس ان نكون مع بعض لين نوصل كل مكان. لا تخافون كل مكان. ارياف بحيرات ثلج كل مكان بتشوفونه ان شاء الله. واحد مطرش اللي يقول لي يا اخي خليك مع عيالك وودر عنك السناب من زين. يعني انا عيالي يعني كيف يعني خبرني اريد افهم النقطه هاي. يعني اهتم السناب كله شفته كل حلقاتي يمكن نص ساعه. باقي عندي 24 ساعه 23 ساعه باقي.
قرواش حليب ابو ظبي حليب قطاوي، وحليب هولندا حليب بقر اصلي، فاشرب حليب البقر الحين ليه ما ترد البلاد تشرب حليب القطاوي. في البلاد اطلب الكوفي عشان اطعم الكوفي، هني اطلب الكوفي عشان اطعم الحليب بس. دعايه حق العالم، خلينا نسوي دعايه حق. اليوم شو سويت بالعيال؟ راحوا ولفوا ولفوا كملوا لهم ساعتين ردوا، قلت لهم ما اشتريتوا شيء، شوها ما عندكم شيء. قالوا صدقك، ويردون مره ثانيه يلفون يلفون يوني بعد، قلت لهم شوها احد يشتري هالسامان. راح المرة الثالثة يوني عاد خلاص يعرون، قلت شي اوكي الحين انتم، قلت لهم اوكي يلا تعالوا فندق مساقين. قلت لهم تعال مس في الكوفي، تعالوا بيس وياكم الكوفي. قال بروحك روحي روحي. الحين ظني رقدوا ما رقدوا ما ادري هم شي. يوم عندك عيال اول شيء يوم يتلبسون الصبح لا تجلس غثا، اول شيء ما بتروم تجلس صح ولا لا؟ لانهم يتلبسون ما بتروم ترقد ولا بتروم تسوي شيء. شو تسوي انت؟ تقول لهم رايح الجيم. يتم يارس عند عياله طفره، يا ابوي يلا تلبسوا، وهاك يصيح وها مواعين مرقاد عيونه ما ادري شو فيها، وانت عايش الدور كامل. يا ابوي اسحب دماغك وسوي عمرك جيم يا اخي. فندق ما في جيم، البس جوتي وردور شي على الفريج استمدور دور يا اخي، لس في اللوبي يا اخي لا تسغدا. نطلب من العالم بيصيرون مع عيالهم، يا اخي ترى عيالك عيالك ترى لا تجلس، يعني انت مش متعود تجلس في البيت لان كله تهون برا، ما تحس بالمعاناه اللي في البيت القرقعه، فانت يعني لازم اول شيء تتحمل المعاناه اذا كانت في معاناه. اثنين لازم تعرف كيف ترتب امورك، يعني تديرهم كيف ترتبهم كيف. تطلع وقت شيء عندهم الصبح قرقعه، تطلع تسحب عمرك اساس يلبسون على راحتهم، تسمع بغيم ولا ضراب انت بعيد عنهم، فلازم تعرف كيف تتصرف مع عيالك. بعدين الرحله هاي مش لك انت، لهم هم. شو يبون قول لهم حاضرين ان شاء الله فالكم طيب، شو تبون حاضر مره، اقول لهم سووا في النت دوروا في النت اللي تبوا اي مكان تبونه بوديكم. فالرحله هب لك، فكر فيهم وانت خلك يعني دريول 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 خلك قد. واحد من الشباب في لندن تم يسولف معي دايركت فيس تو فيس، يعني عندهم في اوروبا اقدر اسولف معك على السناب فيس تو فيس، عندنا طبعا الخدمه نو هناك يعني. فمسكين سولف معي شوي وسكر، ما انا ما اعرف وين وصلت، المهم بحاول اكمل شو وين وصلت ما اعرف. اليوم شفت واحد ضرب ولده في الاوتيت، يا ابوي انت شال انت تضربهم ان شاء الله تتابعني، شال انت تضربهم ابوي انت وبجي بيبي عيالك ليش تضربها؟ شو تبغى تضربها؟ خرب ان شاء الله يزخونك الشرطه ويشلونك، قول امين. انا من ساعتين قايل المغرب الشمس بعد هذه ضاربه فوقها، ما اعرف شو السالفه بعد، شو الدنيا مش مستويه ما اعرف. طعوا الساعة كم بعد الشمس فوق؟ على الخاص أكثر من شخص سألوني عن تكاليف السفر، يعني أكثر عن مسج كم كلفت الرحلة، نحن بنروح أوروبا مع عيالنا. الأمور بسيطة، واحد شوف طيران اللي يناسبك، شوف سعره كم، وتغير الأوقات وانت تحجز، تقدم تأخر تشوف. بعد ما تشوف أسعار الطيران عندك أسعار الطيران بالأشخاص بالعدد اللي عندك. اثنين تشوف الفنادق، وإذا حددت الوجهة تشوف الفنادق اللي تسكنن كم السكن، وتقارن وتبحث بيطلع عندك سعر التذكرة وسعر السكن. خلصنا الطيران والسكن، باقي السيارة. السيارة طال عماركم عندك أكثر من شركة، في شركة اسمها في موقع اسمه أوكونوميك كار، هذا يسوي لك مقارنة بين السيائر، وأنا جربته في تركيا كان صراحة السعر وايد طيب. باقي الأكل، باقي الأكل طال عمرك، الأكل الصبح ريقهم تبى تريقهم، إذا فندق في ريوق خير خير بركة، الفندق ما في ريوق تنزل في أي كوفي تتريق. إذا كنت بتوفر عندك الفاست فود مثل ماكدونالد مثل البرجر كينج مثل هذه الأشياء هاي رخيصة. بخصوص الأكل اليوم حش سوينا الصبح، تريقنا في الكوفي الألماني أكله جدا فنان، وبعدين طول يوم يلقطون في الأوتليت يلقطون، يا وقالوا ما نبى أكل ما نبى شو، طافوا ماكدونالد خذوا حق الصغار طالبين هالقطع الصغار شو سمن، انا اعرف اسمها بس ما ابغى اقول نجتس يعني مو بحلوه، قطع صغار دياي ها النجتس زين. قالوا ما انا باكل الحين ترام ايوني، قالوا حق المطعم هات المنيو مال الدينر مش مال المشروبات، مال الدينر دينر عشاء برا كل شيء مسكر. المشكله الحين 9:30 الشمس بعدها فوق، ليش سكرون الساعه 7 ما تعرف، ما ادري ايش سالفتهم هذه. يقول لي مصري في اسكندريه يقول لينا نجرب الحاجة بتاع الخواقع يسمونه خواقع، إن نحنا نقفل بدري يعني الساعة 7، يقول جربناها كم يوم سنة من السنين ما أدري في الستينات ما أدري كم، يقول له ما يعني بالمصري ما عرفت أي، بل ما مشيت معاهم. أنا آسف اليوم استنفذت الداتا مالكم، سوري على سويت لكم إزعاج في مخكم،
خلونا عن المناظر والأشياء المهمة. إن شاء الله من باكر بروح دولة ثانية، دولة جميلة بجلس فيها يومين وبتشوفون التصوير إن شاء الله. كل شيء يعني كل مكان حلو في الدولة برأيكم إياه إن شاء الله. من يقول الزين ما يكمل حلال، كل شيء في حبيبي أكتمل، الله اللي كمله والله عطاه، ما بقى للزين في خلي محل. لو تعبت من السفر وهمس أشواقي، ولو شكيت من الضجر وناوي أفراقي، قصي وجهي من الصور واترك الباقي. شوفني أنزل مقاطع رومانسية، ما أدري استويت رومانسي من السفر ولا خرفت بالبرد، مو في شيء بستوي هذي. أبو محمد سنابك مية مية، والله مستمتعين معك، شجعتني على السفر قبل رحلتي، مع أن رحلتي باقي لها وايد. انجوي الحبيب. يا سلام، شوفوا جو شعري طال ورد، وها يسمونه شمعة. يعني تبون الحين أقول لكم قصيدة؟ الحين أعطوني بس 3 دقائق أفكر بس بقول لكم قصيدة. ماشي قصيدة، أنت صدقت ولا أعرف أقصد ولا أدبرها القصايد أنا، بس هو غياب غياب حق بعض الناس، بس غياب. والوردة مالتنا وردتنا هاي، طال الجو طال 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 طال. يا سلام يا سلام. أعاهدك وأنا على الصدق ناوي، ما خون لك هجوة ولا طيع بك راي، هيا معي حلمي ولي فو عزاوي. جبت لكم معلومات عن هذا الفندق. الفندق هذا عبارة عن سجن في 1863 انبناء، وكان سجن يعتبر توقيف. في 1880 أو الثمانينات أصبح سجن رسمي عندهم هنا. تم شغال السجن هذا لين سنة 1997، سكروه السجن هذا وتم مغلق لحد 2002. في 2002 أصبح سجن طوارئ، فكان يسجنون فيه أصحاب المخدرات. اشتغل من 2002 إلى 2007، كان يسمونه سجن المخدرات أصحاب المخدرات، فتسكر من 2007 لحد 2009 رمموه صار فندق. بقول لكم معلومات عنه، اشياء بسيطه بعد. هذا الدري، شوفون الدري، هذا الدري مال الفندق نفسه. هذا الدري من 1800، من اول ما فتح الدري هذا موجود، ما غيروه. شفتوه هذا الدري. الباب هذا تشوفونه، تشوفون الباب، الباب مال الغرفه، هذا الباب تسكر بالغرفه، يعني هذا ترد الباب على الغرفه. الباب هذا نفس الشيء من 1863. شفتوا هاي طبعا على شكل جديد، بس شفتوها هاي يقول لكم من 1863. هذا الشيء الحلو اللي في الفندق، شوفون شكله زنزانات يمين ويسار. فهذه قصة الفندق هذا اللي احنا سكنناه. شوف البيبان، طاعوا البيبان كيف فكرتهم، هاي كلها بيبان سجن، طاعوا كيف كأنك ماشي بزنزانة. طالعوا، نحاول نعطيكم معلومات. صراحة أنا أشوفها تجربة جدا حلوة، حتى العيال صوروا وايد في هذا صراحة. حتى هاي تشوفوها، هاي يعتبرهم قديمة. حتى الجامات مال الغرف، الحديد اللي على الجامات مال الغرف يقول قديم بعد ما غيروه. بوديكم مكان الله يعزكم الحين، صوب الحمامات تحت المبنى هذا، شوفوا كيف ديزاينهن، ديزاين غريب، إن شاء الله برأيكم إياه. وهاي نفس الشيء قالوا، هذه بعد نفس الشيء مع السجن، يا هي مع السجن هاي. هني الله يعزكم دورة المياه، حمام تحت الأرض، بس بوريكم كيف طريقته مسوينه كيف. طيب هذا نفس الشيء المبنى القديم. طيب هذا البقايا من 1800 زي ما خبرتكم. طبعا هذا شكله، شوفوا حمام رجال، هذاك حمام النساء. طيب هني كيف، طبعا هذا مالكم خص في البطول انتو، طبعا بس الحديد، طال القفل، طال الباب. طبعا كله يعني شوية ترميم يعني، بس نفس الفكرة. قالوا لنا أي شيء تبون تسألون عن الفندق، كل الناس مدربين ويعرفون يجاوبونكم شو هذا الفندق وكل شيء عنه يعني بالضبط. كل الغرف عليه نفس الحديد هذا، يقولون أغلب الحديد اللي موجود يعني من أيام 1800. شو
حتى حجر اللي في الغرفة على فكرة جميل يستاهل تجربة يوم واحد. هني المطعم ماله، مطعم ماله وايد حلو صراحة، أكلهم وايد حلو، سوينا شوربة مادي صينية مادي طاعوا الحدايد موجودة طالع القفول كيف. إذا ين عند أي جامة لازم عليه حديد، شوفوا أي جامة طاعوا فوق لازم يحطون حديد. بحط لكم الحين اسم الفندق في بوكينج وأصور لكم الشاشة، اللي حاب الأوتليت أنصحكم يخوض التجربة، ينسجن يوم واحد ويطلع صراحة يعني حتى الأهل عندي استانسوا، بابا خلنا نروح السجن شو السجن الله يهديك. على فكرة تصنيف الفندق 9.3 يعني يعتبر الفندق استثنائي الفندق هذا. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.